اشتدت لك يا موزع الفستق. هم؟ رخصة قديمة، كيف كانت تبدو المعلمة في شبابها؟ ما هذا؟ الأنسة بيستون حلزون؟ سيد فوريكي، هل تحاول سرقة موزع الفستق مني؟ لا تكذب علي. أنا؟ أنت الذي يحاول أن ينتحل صفة أخرى. الأمر ليس كما تعتقد، إنه معقد. معقد؟ أنت من مجتمع الحلزونات أكلة اللحوم، سوف أتصل بالعمدة. توقف. حسناً، أتريد الحقيقة؟ أريد هذا. قبل أن أعلمكم، كنت معروفة باسم الحلزون بسيكو. لقد كسرت كل حدود السرعة. ورجال الشرطة كانوا يطاردونني، لكنني كنت أهرب منهم. لكن هذه الحياة كانت مجرد مطاردات فقط، وأردت نسيانها، لذا وضعت هذه القوقعة على ظهري وغيرت هويتي، وقررت استخدام مهاراتي لإنشاء مدرسة السباقات. واو، رائع جدا، سأخبر الجميع. كلا، توقف، احذر، إن هذا سري. هل تفهمني أندري؟ سرك محفوظ، لا تخافي معلمتي، لا أحد سوف يعرف أي شيء. أنت بخير؟ لم تتكلم منذ ساعة. انتظر، أتخفي سرا؟ أوه، سأخمن، فرانسين فضائي أو تندر أم أنت؟ أخبرني، ما هو السر؟ أريد أن أعرف. حسنا، ملل. الأنسة بيستون حلزون تدعى بسيكو، وهي سائق متمرد، هذا السر. ماذا؟ لا تخبر أحدا، هيا عدني بهذا شوبادو. أقسم بذلك. مرحبا عزيزي تشوبو، من أنت؟ لا تعي، إن هذا سر، لن أخبرك به مهما حاولت. قبلت التحدي. بابيتا، احذري. ماذا؟ خبر عاجل، هناك مؤامرة جديدة. أندري، لماذا أفشيت سر الأنسة بيستو للجميع؟ بعد أن ذاع سري، سأجيب على كل أسئلتكم. كيف سنعرف أنك ستجاوبين بصدق بعد أن كذبت كل هذه السنين؟ صحيح. ربما كانت حلزوناً، لكنها نفسها معلمتنا التي نحترمها ونخافها، أقصد نحترمها. وما الذي يؤكد لنا بأنك لن تعودي إلى أصلك القديم بمجرد أن يكتمل القمر؟ تمهلوا، معلمتنا ليست هكذا، صحيح؟ هذا يكفي، اعتقدت أنكم أذكى من ذلك. كذبة أخرى، أترون؟ لا نستطيع الوثوق بها. أنا أقول بأن هذا الحلزون يجب أن يغادر. ومن سيحل مكانها؟ ولكن ماذا عن والدي؟ فكرة عظيمة، لا عجب أن شامبيون يحصل على درجات سيئة لأن معلمته محتالة. لقد حان الوقت لتغيير الموظفين، هيا. نعم، نوافق. حسنا، دعونا نرى كيف ستديرون هذه المدرسة من دوني. سأذهب. اسمعوني جيدا، امسكوا باقلامكم، سيكون هناك اختبار قصير عن عائلة شامبيون. ها؟ عرفت، محرك بريندا اختفى مثل انوشكا. القواعد الجديدة، تم تجريدكم من جميع محركاتكم لخدمتي عملائنا. ولكن كيف سنقود؟ لن تقودي، تقول القواعد إن الذين لديهم قرون هم من يقودون. اقرصوني، إنه كابوس. سوف تلمعوا السيارات، وأنتما فرقة للتشجيع. جديا، لماذا علينا القيام بالتشجيع؟ أحسنتي تشابو، تبادلي المكان معها، هيا. وبالنسبة لك يا كسلان، ستكون زينة لمحرك سيارة شامبيون. الأصدقاء والطلاب، زملاء السائقين، هل سنسمح لهؤلاء بأن يحرموننا من حقنا في السباق؟ لا لا، هذا مستحيل، لا يمكن. أنت، الزينة لا يجب أن تتحدث. أنت، هيا اعتقله الآن، يجب أن نعيد تعليمه من جديد، هيا. لا تستطيع فعلها، أنا من الأنواع المحمية، اتركني. ولد هذا الحيوان البري الوسيم تحت نجم محبوب، وكان مقدراً له أن يصبح أسرع متسابق. هذه قصة ملك السباق، المكون من 10 أجزاء كاملة.
فلنحرر أندري. شامبيون المحبة، شامبيون الحياة. أندري، لقد حول والد الشامبيون جريدة المدرسة إلى جريدة دعائية لوالده. علينا التصرف. سوف أخرجه منها. أين أنا؟ في الحجز، لذا لن يلاحظ والد شامبيون إذا تسللت خارجاً لإعادة المعلمة، وأنا سأقوم بالهتاف. والآن اختبار البطء. لوسي أنت أولاً، أمامنا سرعة بطيئة. معلمتي؟ تعانين؟ هيا سأعيدك إلى مدرسة السباقات حالاً. لماذا؟ ألديك فضيحة عني لتنشرها؟ كلا، آسف جداً. عليك العودة، أرجوك. لقد حول والد شامبيون المدرسة إلى كابوس حي. هذه ليست مشكلتي، لقد حصلت على عمل جديد. الآن اذهب. حسناً، ما الذي تنتظرونه؟ هاتفنا. إن ملك المحركات يعاني من مشكلة في البطن. ولدي يتجه إلى بلدة آكلات اللحوم بدون طياره الآلي. ألم يفعلها طوال الوقت؟ كلا، لا يوجد القيادة. ماذا؟ ملك المحركات لا يعرف كيف. اخفض صوتك. حسناً، لا تقلق، سوف أعيده. لقد أخذ محركك، ألا تذكر؟ ماذا ستفعل الحلزونة الذكية في هذه الحالة؟ الكسلان قادم للإنقاذ. قصدت بالإنقاذ أن تسقط. يا صغار، أروني من سيفوز. معلمتي، عليك أن تعلميني كيف أقود هذا. مستحيل. أرجوك فلتعودي، نحن بحاجتك. لقد أنا بدونك. أنت جيدة وساعدتنا ووضعت الفول السودانية فوق متجر البطيخ. اذهب. شامبيون في خطر. لم أظن أنني سأقول هذا، لكن يجب أن أنقذه. حسنا، شاهد وتعلم يا فوريكي. قبل أن تحولك هذه الطباع المتوحشة إلى طعام لها. أنا أجيد القيادة. شامبيون، استعد لتعلم درسك في الحياة. اضغط على الفرامل. أيها الحاسوب، فعل الفرامل بقدمي وليس بفمك. الدواسة الأخرى. أعرف أين الفرامل. هذا سيء، دعنا نسرع أكثر. هذا معلمتي. من جهتي لم أكن خائفا أبدا. معلمتي، هل وجدت عجلة؟ في الواقع سيد فوريكي، دائما أحمل عجلة محمولة على ظهري لحالات الطوارئ. شكرا لإعادة ولدي إلي. إن كنت حلزونا أنقوقعة، خبرتك تتفوق على الكثير من المتسابقين وعلى خبرة حتى. وشكرا لحفظك السر، لأنه حساس جدا. حساس؟ نتكلم عن شامبيون صح؟ تطلب الأمر دروساً كثيرة. أعتقد أنه مستعد للمرحلة الثانية. أين خزان الوقود؟ هاي،